الأمال تكون موجودة والطموحات مشروعة والأحلام أيضا تحتاج من يعمل من أجل تحقيقها. البداية القوية هي كل المطلوب الآن. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. يمكن يسجل، كرة ترتد من القائم، كرة في المرمى. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم وهذا هو ما حدث اليوم. قدرات خاصة لا يتمتع بها إلا القليل. التمركز شيء أساسي في هذا الهدف. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. البرازيل سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. يحولها للجهة اليسرى، مرة وصلت هنا. الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. النتيجة 1-0. مارتينيز، دي باول، تغيير الملعب ناحية اليمين عند المساحة الخالية على الطرف. هل ينجح في المرور؟ يرسلها عند القائم البعيد. إمكانية مرتدة الآن. ميسي، دي ماريا يسيطر على الكرة، توغل وفاتنا ليونيل ميسي. الكرة للأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. تمريرة جميلة الآن وصلت إليه. يا لها من مراوغة، يا لها من فرصة. يا إلهي، على كورة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. النتيجة 2-0. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. أكيد أنه لم تكن النية تخرج الكرة بهذا الشكل. حصلوا على رمية جانبية. ميسي، دي ماريا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. دي ماريا كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة رأسية، لمسة على اليسار. إلى أين هذه التمريرة؟ دي ماريا تمكن من المرور. يا إلهي على الارتقاء. يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي، بشكل رائع، طريقة ناجحة وفعالة. حتى الآن في أول 45 دقيقة أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. البرازيل عند الأفضلية بالتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول. الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. الأرجنتين لديه جودة كبيرة في التمرير. دي ماريا يستلم الكرة من لعبة خطيرة. لا لا لا، بعيدة جدا على المرمى.
واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. كرة طولية إلى الأمام، هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. لعبة رائعة الآن. تدخل جميل واعتراض أجمل. البينية لم تمر، محاولة قتلت مبكرا في مهدها قبل أن تشكل أي خطر. يلعب كرة بينية. بكل ثقة يستعيدها سريعا. يمر ويلعب كرة بينية. مرت الكرة بشكل جميل. تمريرة بدون تركيز. بدون شك يوجد مخالفة هنا. Substitutions taking place. مرت الكرة، نقل كرة والفرصة. الله على هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. دي ماريا، تغيير اتجاه اللعب على اليمين. بينية جميلة. دي ماريا كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. روميرو. دي باول. البينية حلوة الآن. دي باول. دي ماريا، فرصة الآن مع المرتدة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. تمريرة بدون عنوان. البرازيل أقرب من أي وقت مضى من تحقيق الانتصار. ليونيل ميسي لديه حلول كثيرة الآن. امتياز دفاعي الآن. أليكسيس ماكاليستر عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة لكنه في الأخير فشل في التسجيل. روميرو. باريدس. تمريرة جميلة. روميرو. وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. البرازيل فعلها وتمكن من تحقيق الانتصار المطلوب منه في هذه المباراة الحاسمة. أكيد المدرب سعيد بما قدم اللاعبين في الملعب اليوم. لا يمكن أن يطلب منهم المزيد بعد ما قدموه من جهد ومستوى عالي في مباراة اليوم. كانت مباراة مميزة للغاية. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا التغطية لمباراة الليلة.